مواصلات صعبة دلوقتي والزحمة، أنا جالي شغل في كذا حتة بمواصلات ما كنتش بقدر أروح بسبب المواصلات، لأن كنت بتعب فيها جدا، بقت غالية وزحمة ويعني سواقة غير طبيعية. ف ده مخليني بدور في شغل، على شغل في الإطار السكني، الزحمة ويبقوا قاعدين ومحدش يقوم يقف، مش مقدر إن دي واحدة ست واقفة أو كده، لا هو ملوش دعوة، حتى لو شاب صغير يبقى قاعد وملوش دعوة مين اللي واقف. فده يعني حمل تقيل عليا، يعني شغل ابقى جاي من شغل واقف في مواصلات واروح البيت لسه هعمل اكل وهروق وهعمل، فكان صعب الموضوع عليا قوي. احساس التحرش يبقى واقفه ويجي واحد يقف وراها ويلزق فيها جامد، بدا يعني على اساس ان الدنيا زحمه، طيب معلش ايديها ظهرك او حاجه، فمن هنا بقى بتيجي المشاكل والصدمات بقى بين الناس وبعضيها يعني لا مش حاجه حلوه. ده كمان في عربيات لازم تقعدي ستة جنب بعض، وتخيلي بقى أحجامنا مختلفة كلنا ولازم ستة، يعني حاجة صعبة بصراحة.